بالمناسبه ديال الانعقاد ديال المجلس الاداري للوكاله الحضريه لسطات. هذا المجلس الاداري اولا تيجي اهم ما تيميزو هو اولا انه الاقليم ديال خريبكا مشى للجهه ديال بني ملال، وبالتالي تم حل الاشكال ديال النفوذ الترابي ديال اقليم سطات اللي ولا تيحترم النفوذ الترابي ديال الجهه ديال الدار البيضاء الكبرى. هاد المده اللي تيغطيها هذا المجلس الاداري للوكاله الحضريه لسطات تميز اولا بنسبه ديال القبول ديال الملفات اللي هي كبيره اللي هي 81%، وكذلك نسبه ديال التغطيه اللي كتجاوز 95%. الاشياء اللي تمت المناقشه ديالها هي كيفيه المرور الى نوعيه جديده في معالجه تصاميم التهيئه، وكذلك تصاميم ديال الاستثمار اما عن طريق المعالجه الرقميه او عن طريق ايضا تطوير ديال الاداء ديال الوكاله الحضريه بالنسبه للاعداد ديال تصاميم التهيئه، والعمل على اولا التعاقد بالنسبه لانجاز المرافق، وكذلك التهيئ ديال الساده الرؤساء وديال الجماعات لانجاز الطرق الكبرى اللي كتهيكل تصاميم ديال التهيئه وتاخذ عن بشكل عام.